مساء الخير عليكم متابعينا، ان شاء الله تكونون تمام. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا ريان من زمان حاب يلون شعره، كله اقول له بعدين بعدين، والحين جبت له هذا راح الون شعره، يبقى لون شعره بلو. مستعد ريان؟ ايه، بس انا بسوي شعري الوان. نسوي اول شيء بلون، جرب. نروح نحطها، العلبة فيها برتقالي أحمر وردي بنفسجي أزرق أخضر. تبى أي لون ريون نبدأ؟ نعم. جيكم كذا، طبعا الأحمر تحطونه فوق الشعر وهذا من تحت عشان الشعر لا يتكرر. تكرون على شعركم تصون عليه وتزبقونه. تسويه كذا، تكرر الشعر ونسحب. ما بدا باين لونه بلا، راح اصور لكم لون غريب. هي نفس الطباشير الجاي حق تلون الشعر. طيب نجرب لون ثاني؟ ايه. اي لون؟ جرين. 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 احبه. انا احب الجرين بعد. ناخذ خصله شوي اصفر. لون صار من شعرك اكبر. كان جرين. الحين اي لون تبين؟ اورنج. اورنج بعدين بلو. طبعا لو يبين اللون، بس ان اللون مو قامق يعني خفيف. شايفين اللون؟ الحين اي لون تبين؟ بلو. خلينا نشوف بعدين بطل. الحين اي لون؟ بينك. بينك؟ ايه. نحط بينك ما نحط؟ لا. ما. اخر شيء باقي؟ بربل. يلا بعد اي لون؟ يلا اخر واحد بحسوي لك اياه منه. احمر. كلش بس هذا؟ لك اياه من قدام. خلينا بلون بلو. تعالي قريب.
Gloria. Bichufa. صار وايد لا نفس الطباشير صار بتشوف شعره ايه مستعد ايه يلا شوف حالك لا شايك بالفلو ما تحب كده يتلون الشعر شعر ريان هذا الوردي أزرق برتقالي أخضر فينا أحمر هذا الأزرق طبعا هم مو مصدق إن في كل هذا الألوان يبقى يجرب بنفسه بخليه يجرب يلا تبي تجرب أي لون؟ ما بتعرف تسوي بتختار الوقت لما هي قدامه كده كده وانت بتسوي الاحمر حق راويك براويك وانت بتسوي انا منين صح من تحت شوف شوف ما تنور اكو احمر ما تشوفه اهو احمر بس شوي كده ما يستوي لازم نسكر سو بالبنك او الاورنج اورنج ما سوينا لونه صار اخضر شوي مني ما يحطونه على نفس اللون يخترب بعدين الاسفنج اللي داخل تصير ملونه وصلنا لنهاية الفيديو لليوم لا تنسون لايك وشير سبسكرايب إذا عجبكم الفيديو راح أحط لكم حساباتنا في التيك توك والسناب والإنستغرام وضيفونا سوينا لنا حساب في التيك توك الجديد راح أنزل لكم إياه يلا قولهم مع السلامة مع السلامة ما شوف الأورنج أهلا مني ريم أحبكم وايد أنا زين طالع 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 الكاميرا Bye.